اي والله حتى النور ما شغلتنا كلياتنا، الحمد لله نحن كنا مستورين وعندنا رخام وكذا، بس هالنظام ضرب الافران كلها هون بالضيعه ولجأنا للتنور وما شغلتنا كلياتنا. الحمد لله ضرب بيستمتع بضرب الافران ولقمه العالم. والله لا يفوق. طيب خبز ما في وطحين عم نجيبه بصعوبه كثير. ومازوت والله قليل كثير كثير. ما في. ما موجود. هذا العالم بدنا تاكل خبز. يعني عم نشتغل 24 ساعة وما عم نلحق للعالم. وهالاطفال كل نهار هون بيتجمعوا حواليه؟ ابدا، وامس اجت قذيفة ضربت شي 30 طفل. حسبي الله ونعم الوكيل. ليك قريبة صورة هون موجودة. يعني انت ملاقي التنور هو البديل المناسب للفرن؟ اكيد لا، بس قلنا هيك يعني اجباري. لا بديل ولا شيء. شو في عادات كمان قديمة رجعنا لها نحن؟ البخور كنا ما بنعرفه خالص. كمان ما نستعمل مازوت غير السيارات، هلا عم نستعمل للمؤدة وللتنور وللبخور وكل شيء. الله يعطيك العافية.